اهلا وسهلا فيكم اعزائي، مساكم الله بالخير في مهرجان الخليج، في ختام هذا المهرجان وفي عرس الخليج كما احببت ان اطلق عليه وكما احببتم ان تطلقون عليه. اعزائي، الليله تبث 7 محطات في آن واحد، ويا ليت يا ليت 22 محطة تبث في وقت واحد، ويشوف المواطن العربي في المغرب أخوه المواطن العربي في اليمن في وقت واحد. فباسم أسرة تلفزيون الكويت، باسم كل العاملين، نرحب فيكم باسمهم، باسم هذه الأرض اللي انعقد عليها هذا المهرجان، نرحب فيكم. والمهرجان طلعنا فيه ب4 كلمات نحو إنتاج تلفزيوني أفضل، 4 كلمات تحمل معاني كثيرة أعجز عني أقولها الحين. في بداية هذا الحفل راح نشوف معاكم عرض أزياء كويتي على إيقاع قامت بتصميمه السيدة رجاء البدر، وإن شاء الله تستمتعون فيه. طبعا راح نشوف عدة أشياء، منها الثوب، البخنق والبرقع وأشياء كثيرة، ونبتدي الحين معاكم هذا الحفل، وأهلا وسهلا فيكم.
Thank you.
أعزائي، التلفزيون عمره قصير لكن عياله وايد. آخر عياله أو اللي هو آخر العنقود فرقة التلفزيون للفنون الشعبية واللي تأسست سنة 79. طبيعي الهدف منها المشاركة في المهرجانات، والليلة راح تكون معانا. آخر شيء قدمته هذه الفرقة اشتراكها في الأسبوع الكويتي الثقافي اللي أقيم في بغداد، والحين راح نستمتع مع فرقة التلفزيون للفنون الشعبية، وأهلا وسهلا فيكم.
ساتين يا ليت طرب والهم ما جاء يا ليت طرب والهم ما جاء.
Thank you.
سادتي سادتي، فرقة تلفزيون يشرف عليها فنيا وموسيقيا مرزوق المرزوق، بدر جويهل غنام الديقان، وأيضا بدر جويهل ما أدري يمكن في أسماء راحت علي، والحركات وبدر العميري والحركات الإيقاعية سلوى طلب، وأيضا برئاسة مخرجنا السيد فيصل الضاحي. أما الآن فنبتدي معاكم العد التنازلي، لحظة توزيع الجوائز. يتفضل الأستاذ محمد ناصر السنعوسي وكيل يتفضل الأستاذ محمد ناصر السنعوسي وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون بتقديم جوائز المهرجان. أعزائي جميعا، أعزائي المشاهدين في كل مكان يشاهدون هذا البرنامج في كل خليجنا الأسمر، لهم ونيابة عن جهاز تلفزيون الخليج وعن الهيئة المنظمة لهذا المهرجان، ومن القلب إلى القلب كل حب وتقدير، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المشاهد دائما. أعتقد الآن موعد مناسب جدا بعد أن قدم تلفزيون الكويت لنا ساعة من فنونه، إن احنا الآن نبدأ بتقديم الجوائز. وأحب أن أذكر هني وأقول أنه ليس الجوائز هي أهم حدث في هذا المهرجان، الجوائز هي فقط نتمنى أن تتبلور إلى حافز فردي للعاملين في البرامج في منطقة الخليج، وليس المكاسب هي للدولة هذه أو ذيك، بل هي، وأعتقد هذا اللي يسعدنا جميعا، أن نقول المخرج الفلاني والمؤلف الفلاني والممثل وهكذا. نريد أن نخلق حقيقة صناعة تلفزيونية، صناعة مبنية على أسس أساسها الفنان نفسه. لهذا أرجو أن يفهم بأن المهرجان له دور كبير ومهم بجانب الجوائز. استطعنا أن نحقق في تلفزيون الكويت وفي تنظيم هذا المهرجان بشهادة الأخوة جميعا جزء كبير منه، وأسعدنا كذلك أن يقيم من قبل الأخوة الضيوف العرب ومن قبل الأخوة الأعضاء جهاز تلفزيون الخليج، وأن نستمع من القلب كذلك عن ملاحظات واقتراحات إلى مهرجان ثاني أفضل إن شاء الله. أيها المشاهدون، حتى وقت الإعلان لهذه الجوائز أود أن أشكر شخصيا كرئيس لهذا المهرجان لجان التحكيم وكل رئيس لجنة كذلك قام بمجهود في الوقت اللي احنا كثيرا ما نجتمع في أماكن مختلفة، كانوا في غرفة مظلمة يجلسون للمشاهدة. كذلك أود أن أقول إن الأخوة أعضاء اللجان عملوا من خلال قواعد سليمة معترف فيها في كل المهرجانات، وكلهم عندهم الخبرة
واللجنة مكونة من أعضاء مختلفين من الدول العربية ومن الخليج، كلهم أقصد من الدول العربية كضيوف ومن الدول المشتركة أساسا، يعملون بمبدأ ونظم معترف فيها ومعروفة، ولهذا النتائج بطبيعة الحال مع كل هذه الثقة بالأخوة أعضاء اللجان سأعلنها حالا. أولا قبل أن أعلن النتائج أدعو الأخ زميل وكيل وزارة الإعلام السعودي ومدير عام جهاز تلفزيون الخليج الدكتور عبد العزيز الخوج. تفضل. حسن الحظ كذلك معانا اليوم، معانا في المهرجان الحقيقة كذلك أمين عام اتحاد الإذاعات العربية الأستاذ عبد الله شقرون. تفضل. شاكرين لو قدمتم الجوائز بالشكل اللي تتفقوا عليه ولا أنا أقول لكم عليه. يعني طيب أما الآن فنبدأ بالجوائز بالشكل الآتي. أولا في العمل في عمل الدراما، عمل التمثيليات، عمل الدراما، نبدأ بالجائزة الثالثة. شكرا. أول مرة أشوفها والله. بسم الله. الجائزة الثالثة للعمل الدرامي تلفزيون المملكة العربية السعودية عن العمل التمثيلي أبو مسامح أيام زمان، تمثيل سوالف أحمد وسهام ناصر وناصر المبارك وعلي السبع، إخراج نبيل عامر. صفقوا معي الجائزة الثالثة. تلفزيون المملكة العربية السعودية، ممثله الأخ محمد الفهيد مدير التلفزيون. أما الآن الجائزة الثانية في العمل الدرامي لتلفزيون الجمهورية العراقية، عن تمثيلية تحقيق عن أم حميد، تمثيل يوسف العاني، زينب وسيتا، وإخراج عماد بهجت. تفضل. أستاذ عبد الله شقرون يقدم للأستاذ رئيس الوفد العراقي. رئيس الوفد العراقي الأستاذ جبار يوسف. الآن الجائزة الأولى، الجائزة الأولى للعمل الدرامي تلفزيون الكويت، عن تمثيلية أزهار الشك، تمثيل سعاد عبد الله، غانم الصالح، علي البريتشي، وإخراج محمد السيد عيسى. الجائزة الأولى يستلمها مدير عام البرامج في تلفزيون الكويت أستاذ رضا الفيلي. تفضل الميكروفون. لو سمح لي سيد رئيس المهرجان والسيد وكيل وزارة الإعلام في المملكة السعودية مدير عام الجهاز والزميل السيد أمين عام اتحاد إذاعة الدول العربية أن أدعو الأخ سالم الفهد مراقب التمثيليات في تلفزيون الكويت يتسلم الجائزة.
الأخوة الأعزاء، لقد فاز تلفزيون الكويت سابقا ومقدما قبل أن نستلم هذه الجائزة بحضوركم جميعا. الله. أما الآن أيها الأخوة، فاسمحوا لي أن أستأذن الإخوان بأن تستلم بطلة هذا العمل السيدة سعاد عبد الله، فلتتفضل. الجوائز الآن ستكون للمنوعات. جوائز المنوعات نبدأ في الجائزة الثالثة. سمحتي؟ بسم الله. برامج المنوعات، الجائزة الثالثة لتلفزيون دولة قطر عن البرنامج المنوع أنت والشاشة، إعداد وتقديم ذهبية جابي وإخراج محمد الفضالة والأستاذ يوسف مظفر مدير عام التلفزيون. يستر. تحياتي. الجائزة الثانية في المنوعات لتلفزيون الجمهورية العراقية. عن البرنامج المنوع رسالة جحا، تقديم خليل الرفاعي، رضا الشاطئ، وازهار حمودي، اخراج عماد بهجت. تفضل. مبروك. الجائزة الأولى. الجائزة الأولى لتلفزيون دولة الكويت. عن البرنامج المنوع بساط الفقر، إعداد سعاد عبد الله وعبد الحسين عبد الرضا، إخراج فيصل الضاحي. أستاذ رضا. مرة أخرى اسمح لي سيدي. تفضل. مهرجان أنا أهنئ نفسي، وحقيقة ما أقدر أنا أنادي الأخ فيصل الضاحي لأن قاعد في الكنترول يخرج البرنامج، حتى أنا أيضا أعطيه. ومعي الأخ حافظ عبد الرزاق، كنت أتمنى يكون معي الأخ عبد الحسين عبد الرضا، بس ما قاعد أشوفه أنا معانا حتى يتسلم. شكرا للاخوان اللي ساهموا معنا في انتاج البرنامج، الاخت سعد عبد الله والاخ عبد الحسين عبد الرضا، والاخ طبعا المخرج فيصل الضاحي الان هو قاعد يخرج برنامجه حاليا، ومدام الاخت سعاد رجاء تعال. او انا اوصل لك اياها، ما عليك، ما يخالف، خليك قاعده، انا اوصل لك الان. برامج الأطفال، الآن جائزة لبرامج الأطفال. شكرا. بسم الله. برامج الأطفال، الجائزة الثالثة لتلفزيون الجمهورية العراقية. عن برنامج رحلة العجائب، تقديم عواطف نعيم، زهير عباس، بهجة محمود، وأخراج أكرم فاضل. تفضل. الجائزة الثانية
لتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة عن برنامج نادي الأطفال، إعداد وتقديم محمد ياسين وإخراج نزار سرحان. تفضل. الأخ خليفة مساعد، مساعد المدير العام من تلفزيون الإمارات العربية المتحدة. مبروك. الجائزة الأولى، الجائزة الأولى لتلفزيون دولة الكويت. عن برنامج العلم للصغار، حلقة الإنسان والبحر، إنتاج تلفزيون الكويت. تفضل. برامج موجود بعد. كاوي سعود. ايضا ارى انا امامي سعود الاخ الحقيقه سعود الفارس، رئيس البرامج الثقافيه في تلفزيون الكويت. عفوا مو انا معلقه على البرنامج. حقيقه وانا بدوري اقدم منى طالب لتسلم الهديه. دور البرامج التوجيهية والدينية، برامج التوجيهية والدينية. شكرا. لحظة أستاذ هاني. بسم الله. البرامج الدينية والتوجيهية، الجائزة الثالثة لتلفزيون دولة الكويت. عن برنامج الجائزة الثالثة تلفزيون دولة الكويت، عن برنامج كيف تنفق نقودك، توجيهي، إنتاج تلفزيون الكويت. تفضلي. أستاذ رضا الفيلي من عندك. أريد أدعو الحقيقة الأخ بدر المضف، مساعد مراقب السينما، لتسلم ذلك على اعتبار أنه برنامج توجيهي معمول سينما وفي جهد جيد. تفضل. طبعا الجائزة الثانية، الجائزة الثانية في البرنامج الثقافي التوجيهي لتلفزيون دولة الكويت، عن برنامج آباء وأبناء، إعداد صلاح المعداوي، تقديم دولة شوقي، إخراج شكري شلبي. أدعو الأخ سعود الفارس تسلم الجائزة. شكرا. الجائزة الأولى لتلفزيون المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية، عن برنامج مجالس الإيمان، برنامج ديني، إعداد وتقديم سهير الأيوبي، إخراج إبراهيم الحمدان. أستاذ محمد الفيد المدير العام يستلم الجائزة.
جاء دور البرامج الوثائقية. البرامج الوثائقية. شكرا. برامج الوثائقية الجائزة الثالثة لتلفزيون الجمهورية العراقية عن برنامج الوثائقي حكاية للمدى إخراج بسام الوردي الجمهورية العراقية. الجائزة الثانية لتلفزيون دولة الكويت عن فيلم الفنون إخراج هاشم محمد. الزميل عبد الوهاب سلطان مراقب السينما بتلفزيون الكويت لتسلم الجائزة. مساء الخير جميعا. انه شرف عظيم ان استلم هذا في المناسبة، والمهرجان ينعقد على الارض الطيبة المضياف، وانها اكبر فرصة ان اشاهد زملاء في الخليج والامة العربية، وأقوم في دوري هذا بتسليم هذه الجائزة للزميل السيد المخرج هاشم محمد. شكرا يا الجائزة الأولى. الجائزة الأولى لتلفزيون دولة قطر عن فيلم القوس. الفيلم من إخراج إبراهيم الصباغ. مبروك. لو سمح لي السيد الأمين العام وكذلك السيد مدير عام جهاز تلفزيون الخليج أن أقدم هذه الجائزة للسيد مراقب عام برامج تلفزيون قطر السيد علي محمد. نيابة عنكم أشكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز الخوجة اللي تفضل في تقديم الجوائز، وأشكر الأستاذ الأمين العام عبد الله شقرون أمين عام اتحاد الإذاعات الدول العربية. شكرا. شكرا. أود أن أغتنم هذه المناسبة أشكر بدوري باسم اتحاد إذاعة الدول العربية، وإذا جاز لي باسم الإخوة الحاضرين من أعضاء الإذاعات العربية في الوطن العربي، التلفزيون الكويتي الشقيق وجهاز تلفزيون الخليج ووزارة الإعلام في دولة الكويت وجميع المنظمين على هذه الحفاوة التي لقيناها منهم وعلى هذا التنظيم المحكم، وإلى دائما التلفزيون أفضل وإنتاج أفضل، وإلى اللقاء المقبل بحول الله. شكرا. مبروكين وشكرا لكم جميعا. ما خلصنا بعد. بطبيعة الحال وكما هو معروف بأن الجوائز تقدم للبرامج الفائزة للدول المشتركة، وكذلك هناك عدد من البرامج الأخرى التي لم يحالفها الحظ بالنجاح، أو من اشترك في المهرجان على جانب المسابقة أو خارج المسابقة في برامج أخرى أسعدنا جميعا بمشاهدتها وأثرت المهرجان في نوعيتها، وقمنا جميعا بلقاءات
تقييمها والتحدث عنها. لذلك سأقدم الآن شهادات التقدير لهذه البرامج. لو سمحت. شهادات التقدير بهذا الشكل تهدى لكل برنامج وتعطى لكل برنامج شارك ولم ينل الجائزة. أولا لتلفزيون الإمارات العربية المتحدة عن برنامج الأطفال أفكار وتسالي. سمح. تلفزيون الإمارات العربية المتحدة عن تمثيلية العقل زين أو العقل زين. تلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة عن فيلم الصيد بالصقور. مبروك. تلفزيون دولة البحرين. تلفزيون دولة البحرين تلفزيون دولة البحرين عن برنامج طريق النور. تلفزيون دولة البحرين عن البرنامج المنوع فنوم من البحرين وعن فيلم أرض الخلود وعن برنامج مشوار. شكرا. نيابة عن إخواني في تلفزيون البحرين أشكر وزارة الإعلام الكويتية ممثلة في تلفزيون الكويت على إتاحة لنا هذه الفرصة. الحقيقة إنسان الخليج الذي عاصر الغوص بأهواله وتحمل المصاعب والمآسي وهو يسير في طريق الرقي والتقدم في هذه الحضارة المعطاء هو قادر على أن يستمر في العطاء وأن يستمر في البذل. وتلفزيون البحرين إن شاء الله سيعطي في المستقبل ونرى في هذه المهرجانات القادمة كل تقدم. وشكرا. شكرا. تلفزيون المملكة العربية السعودية عن فيلم جيزان البادية وعن برنامج قضايا اجتماعية وعن برنامج الكلمة تدق ساعة. شكرا. شكرا لك. تلفزيون الجمهورية العراقية عن برنامج مرحبا بحياتهم الجديدة وعن برنامج وطني الإسلام وعن برنامج قصة الأشياء. مبروك. تلفزيون سلطنة عمان عن فيلم خطوة نحو المستقبل وعن تمثيلية وتحطمت الكؤوس. شكرا. مساء الخير. لا يسعني هنا إلا أن أشكر وزارة الإعلام الكويتية وأشكر كل المشتغلين بجهاز تلفزيون الكويت وأتمنى لكل أجهزة التلفزيون في منطقة الخليج كل رقي وتقدم في هذا المجال الهام. شكرا. الأستاذ محمد سعيد الشنفري رئيس الوفد العماني. تلفزيون دولة قطر عن برنامج علامات استفهام عن برنامج أشياء صغيرة وعن برنامج تمثيلية أقدار. حقيقة باسم وزارة الإعلام القطرية وتلفزيون قطر أشكر وزارة الإعلام في دولة الكويت ممثلة في التلفزيون على ما قاموا به من ترتيب وتنظيم لهذا المهرجان الذي يشهد به جميع الحاضرين. فقد بدأوا الخطوة الأولى لهذا المهرجان ووضعوا اللبنة التي سيعتمد عليها في المستقبل جميع المهرجانات في هذا المجال. وشكرا مرة ثانية. تلفزيون دولة الكويت عن برنامج دعوة للتفكير.
التلفزة التونسية. ما حاطين ليش عن برنامجي. التلفزة التونسية عن المشاركة في برامج للمشاهدة من قبل التلفزة التونسية. شكرا. أما الآن فعن مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك، كلكم تعرفون إيش عنه، هي الابن المدلل لجهاز تلفزيون الخليج. أستاذ إبراهيم اليوسف، أستاذ إبراهيم اليوسف مدير عام المؤسسة، تفضل يا أخي. أود أن أشكر الجميع حقيقة اللي قاموا في هذا المهرجان على هذا العمل المنظم الكبير. طبعا احنا استلمنا شهادة تقدير فقط لمشاركة أشخاصنا مع مجموعة الجهاز في تنظيم المؤتمر، وشكرا. للسيد المخرج عبد الله المحيسن من المملكة العربية السعودية عن فيلم اغتيال مدينة. تفضل. اولا الواحد حتى اللحظه هذه كان يتوقع انه في حلم، فحتى واجه الكاميرا وشاف اللمبه الحمراء حس انه في واقع. فالواحد بالحقيقه عاجز عن التعبير عن احساسه للمهرجان هذا والخطوه الاولى اللي تعتبر في المنطقه بنيه لانتاج افضل في المستقبل. والواحد عاجز عن الشكر على أصحاب الفكرة وعلى منفذيها، والكويت على ضيافتهم الحسنة وترتيبهم الجيد جدا بالنسبة لغالب المهرجانات اللي يحضرها الواحد. وأشكركم ثاني مرة، مع السلامة. السيد المخرج خليفة شاهين من دولة البحرين عن فيلم وجوه من البحرين. شكرا شكرا شكرا. وفي النهاية لا يسعني بالحقيقة نيابة عن تلفزيون جهاز تلفزيون الخليج وعن الهيئة المنظمة للمهرجان تلفزيون الكويت إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم لإنجاح هذا المهرجان. جميعنا شاهدنا الحماس والروح من سكرتارية الخدمات، من الاستقبال، من أفراد يعملون ليل نهار في سبيل إنجاحه. أقدم لهم نيابة عنكم تقدير الشكر والتوفيق. وأخيرا أود أن أقول تلفزيون جهاز تلفزيون الخليج هو تلفزيون الجميع، وبإمكانياتنا المتوفرة بدعم هذا الجهاز نستطيع أن نحقق كثير. وأود أقول مرة أخرى بأن هذا الجهاز ليس بديلا عن اتحاد أو منظمة، بل هو جزء من اتحاد الإذاعات العربية. ونريد من الخليج ومن جهاز تلفزيون الخليج أن يعمل نشطا مع الأخوة العرب في كل مكان. وإلى اللقاء في
في المهرجان الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله.